فأنا أجي أقول على سبيل المثال إحنا في سلمنا الزماني تحرير بيت المقدس أو فتح بيت المقدس في 2024 أو 22 أو 23 معناه أني أنا بدي أستنى 22 23 24 بدي أستناها؟ إخواني الله سبحانه وتعالى وضع لنا آيتين قرآنيتين في القرآن. الأولانية شو بقول لك؟ أتى أمر الله سيأتي. أتى شو يعني؟ سيأتي عند الله سبحانه وتعالى صار جاي، إحنا لسه مش شايفينه ولكن عند الله سبحانه وتعالى وضع وعد حق. أتى أمر الله، بعدين شو بقول لك؟ فلا تستعجلوه. مش إنك أنت تستنى لحد ما يجي، تستعجله حتى إنه يجي. انتظارك إله هو استعجاله، ولكن شو لازم تسوي أنت؟ لازم أنت تطيع الله سبحانه وتعالى وأنت متيقن أن وعد الله سبحانه وتعالى وعد حق وأنه آت آت، لأنه من الله سبحانه وتعالى وعد. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فما بالك لو كان مش قيل وحديث، كان وعد من الله سبحانه وتعالى. واقترب الوعد، ومش بس وعد، الله سبحانه وتعالى ربط لنا إياه بكلمة حق. واقترب الوعد الحق، فهو وعد حق صادق من الله سبحانه وتعالى، سيأتي كفلق الصبح، يعني آت آت لا محالة، ما في مجال انه ما يجي، لانه هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ولو تأخر اخوان، على سبيل المثال يعني انت طلبت من ابنك انه يجي لك الساعة 12 على العمل، صارت الساعة 12 ما اجاش، طب صارت واحدة ما اجاش، مصيره يجي تنتين تنتين ونص ثلاثة بده يعود يجي، في شيء اخره للولد حتى انه وصلك. بس هل نقيم الدنيا ونقعدها لأنه ما جاش الساعة 12؟ لا، التمس لأخيك عذرا. إحنا قد نفهم الآيات القرآنية والأحاديث والأمارات بطريقة بخلاف ما يشاء الله سبحانه وتعالى. لربما من عنده العلم الكامل إخوان؟ ما في إنسان كامل في علومه، ما في إنسان يستطيع أن يصيب كل الصواب كل الوقت، فلربما كان الإنسان مخطئ، لربما. عشان هيك نقول إخواني لا نستطيع أن نبني على الأرقام. يعني كثير من الناس، يعني بتجين كثير أسئلة من الناس، وفي بعض الأشخاص من كثر ما هم بيضغطوا في هذه الأسئلة بضطر أن أنا أحضر، وللأسف يعني أنا آخر الطريق عندي أن أنا أحضر بني آدم. ولكن بتقوموا يسألك متى المهدي يا شيخ؟ إمتى بده يظهر المهدي يا شيخ؟ إمتى بده يجي المهدي يا شيخ؟ اتعبنا يا شيخ، بدنا المهدي يا شيخ. طب هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا مش إشي بإيدي ولا بإيدك، هذا بإيد الله سبحانه وتعالى. والسؤال عن الوقت، حتى لو وضعنا حسابات إخواني فهذه الحسابات ظنية وليست قطعية، لا يمكن الجزم فيها. لو شاء الله سبحانه وتعالى أن احنا نجزم فيها لقللنا بصريح العبارة بصريح النص، المهدي سيأتي سنة كذا وكذا وكذا، شهر كذا كذا كذا، يوم كذا كذا كذا. إحنا مؤمنين. شو يعني مؤمنين؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. مؤمن يعني أفضل الناس. ليش أفضل الناس؟ لأنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تؤمن بالماديات المحسوسات. الماديات المحسوسات قد تقربك من الله سبحانه وتعالى أكثر، قد ترفع إيمانك، ولكن إيمانك أصلا هو بالله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إلنا إحنا أذكروني أذكركم، في حين غيرنا شو كان يقول لهم؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أنا لا أحتاج إلى محسوسات وماديات وأمور أشوفها مثل غيري. عشان هيك غيري الله سبحانه وتعالى فصل له وقال له يعني الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بيّن لنا أنه لبني إسرائيل شو؟ وقضينا. القضاء شو هو؟ المقادير الزمانية والمكانية بالتفصيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني في التوراة، لا تفسدن في الأرض مرتين، يعني زمانهم ومكانهم وكيفية هذا الإفساد ونتيجة هذا الإفساد في المرة الأولى وفي المرة الثانية، يعني هم بيعرفوا بالتفصيل هذه الأمور. هلا حسب معرفتهم التفصيلية هم بيقولوا إنه فترة السماح قبل العقاب من فترة الدخول المحرم للأرض المقدسة
فترة زمنية تساوي دوران مذنبها لدورة واحدة حوالين نفسه. هذا اللي بقولوا هم أحبارهم، وإحنا بنعرف مذنبها لقديش بلف، كل 76 وشوي سنة بلف دورة كاملة. يعني بحسب حساباتهم هم، لما نقول 48 مع 76 قديش بنطلع؟ 2024. هذا بحسب حساباتهم. ولكن إخوان، مع إنه هذه الحسابات اللي هم حاطينها تتوافق مع القرآن، تتوافق مع القرآن، الستة وسبعين، رقم الستة وسبعين شفنا كيف ظهر معنا كثير من المرة. أنا بذكركم على سبيل المثال، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى بني إسرائيل تفضيلين في القرآن الكريم، آيتين تفضيل في سورة البقرة في نفس السورة، الآية رقم 47 والآية رقم 122. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. في عملية حسابية لما تحسب أكم من آية في بين ال 47 وال 122، كم من آية في عندك؟ 76 آية. وأيضا الوعود، وعد الأولى ووعد الآخرة، لو قمت بإحصاء عدد حروف الوعود بتلاقي أنه كل وعد 76 حرف. يعني هذه الأرقام، وأيضا إخواني هناك يعني كل الطرق في النهاية تؤدي إلى نفس الأرقام مع اختلافات بسيطة ما بين العلماء، إلا أنه معظم الأرقام تشير إلى أنه إحنا داخل أو حتى في أواخر الوعد الحق. يعني مضى 70 من 76 سنة، وقديش تبقى؟ 6 سنوات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، 5 أو 6 سنين اللي تبقوا للوعد الحق. خلال هذه السنين لازم نشوف الشخصيات الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنها، المهدي والأعور وعيسى عليه الصلاة والسلام، لازم نشوفهم خلال هذه الفترة الزمنية، خلال هدول 6 سنين، لأنه هدول جزء من الوعد الحق، جزء من الوعد الحق. ونهايتها كما قلنا، نهاية الوعد الحق يعني ستكون بظهور يأجوج ومأجوج، يعني بعد لسه ما يظهر سيدنا عيسى ويقتل الأعور ويكسر سيدنا عيسى الصليب ويضع الجزية وكل أهل الكتاب المتبقين يدخلوا في الإسلام، وتمر فترة زمنية معينة تظهر يأجوج ومأجوج ويخلصنا منها سبحانه وتعالى، يأجوج ومأجوج، وقتها منقول إنه انتهى الوعد الحق، وتعيش الناس في رخاء فترة زمنية معينة، وينتشر العدل، وتقسم الأموال صحاحا، وينتهي الظلم لفترة زمنية معينة، حتى أنك أنت تستشعر وتشرق الشمس من مغربها. نقول إخواني، النقطة اللي احنا بدنا نذكر فيها انه لا نعتمد كثيرا على احداث اخر الزمن، نتدارسها لانها جزء من شرعنا، من القرآن الكريم، من السنة، بس مش انه احنا نركن عليها الاركان الكامل، ان انا اتعلق فيها التعلق الكامل، انه هذا الشيء خلص حياتي موجودة فيه. لا، حياتك موجودة في كل لحظة من حياتك، حياتك لحظات، تذكر حياتك لحظة، هاي اللحظة تتعاقب، زي لما يكون قدامك ساعة، عقرب الثواني، عقرب الثواني شو بتم يسويه؟ تك تك، كل لحظة بتدفع لحظة أخرى، اللحظة اللي اندفعت انتهت. هلأ اللحظة اللي موجودة، إما إنك تمسكها أو تهلكها أو تضيعها، حسنة أو سيئة أو غينة، فمصلحتك في اللحظات اللي موجودة بين إيديك في ذكر الله سبحانه وتعالى. ونذكر إخوان إنه الأرض المقدسة والكعبة ليست أهم من العبادة. نذكر إنه إحنا في وجودنا إنما في رحلة باتجاه الجنة، يعني فين وجهتنا؟ الجنة.
شو بيعنيني أكثر من الجنة؟ ولا أي شيء، لأن أنا بدي أوصل بيتي في الجنة، هذا اللي بيعنيني أكثر شيء، حيث في الجنة سأرى وجه الله الكريم. أكثر من هيك شو بدي؟ بدي أوصل لله سبحانه وتعالى الذي أحبه حب كامل أكثر من أي شيء آخر. فكل ما في الدنيا والأقصى والكعبة وكل ما فيها يعني يصبح لا شيء مقارنة مع إيش؟ مع هذا، مع هذه الوجهة اللي أنا بدي أوصل لها. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، مش الكعبة فيها والأقصى فيها وأهلي فيها وناس فيها والنعم فيها والمال فيها والأملاك فيها، قاب القوس واحد في الجنة أفضل من هون. عشان هيك إخواني منكم، إذا أنا أردت أني أنا أوصل للجنة فبتكون تصرفاتي يجب أن تكون محكومة لمطالب الله سبحانه وتعالى.